الكلمات الحقيقة والناس الديوانية والمسؤولية من السلطات المحلية، رئيس المرشد الولائي، رئيس الدائرة، يعني كل نشعر بأننا بين أهلنا في تندوف. فعلا كانت مراسلات بيني وبين السيد الوالي، وأنا أشهد بأني ربما بأن السيد الوالي كان أحرص منا على إطلاق هذا المشروع نظرا لحساسيته. ماهوش ممكن نتكلم على تنمية في أي ولاية، خاصة في ولاية تندوف، بدون فضاء إعلامي يرافق هذه التنمية ويبني جسور التواصل بين المواطن والسلطات المحلية. ولما حضرنا لهذه الزيارة هذه في الحقيقة ما كناش مبرمجين أننا نطلق هذا المشروع مع السيد الوالي. علمت هذا قبل 24 ساعة ربما، وكنت أسعد الناس لأن تندوف تستاهل، إذاعة تندوف تستاهل، وزميلاتنا وزملائنا في إذاعة تندوف يستاهلوا، وحتى لا يكون العطاء من طرف واحد. حتى الآن العطاء راهو من طرف السيد الوالي. طبعا احنا الواجب تاعنا في إذاعة تندوف، إذاعة الوطنية بصفة عامة، هو أن نرافق التنمية كما يجب أن ترافق، أن نرفع انشغالات المواطن، لأن السيد الوالي والسلطات المحلية ما تقدرش تكون في كل مكان، ولكن عندما يفتح أثير إذاعة تندوف سيستمعون إلى كل انشغالات المواطنين في أبعد نقطة في الولاية. وهكذا لا يضطر السيد الوالي مع كل المسؤولين المحليين إلى التنقل، يعني يكفيه الاستماع إلى انشغالات المواطنين، مشاكلهم، اهتماماتهم، والإذاعة توفر لهم فرصة أيضا للرد على هذه الانشغالات. هذا الذي نقصده بمصطلح الجسر بين المواطن وبين السلطات المحلية. إذن حتى لا يكون العطاء من طرف واحد، أنا أتعهد أمام السيد الوالي وأمام كل الإخوة والأخوات المتواجدين معنا وأمام ساكنة ولاية تندوف العزيزة على قلوبنا، والتي صار اليوم يسكنون مدينة تحولت بفضل زيارة السيد رئيس الجمهورية وما منحه للولاية، تحولت تقريبا إلى عاصمة الجزائر. احنا نتعهد إن شاء الله نشتغل مع زملائنا في محطة تندوف اليوم اللي راهي تدير 16 ساعة في اليوم، نوفر لهم كل الإمكانيات المادية والبشرية باش عن قريب جدا 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 نرفعوا ساعات بث إذاعة تندوف إلى 24 ساعة 24 ساعة إن شاء الله. وهكذا يكون العطاء من طرفين إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك سيدي، بارك الله فيك.